قلبي وياك ده ما يهونش ابدا عليا انساك تعال لومني ريح قلبي وارتاح تعال ياللي نفسي في حضنك ارتاح نسيني ليه بتتعب قلبي وياك ما يهونش ابدا عليا مش عايش مستني ده مش بإيدي غصب عني وحشني حبيبي وقول أنا أعمل إيه ناسيني ليه ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك ده ما يقومش أبدا طبعا نجم كبير طبعا انا يعني انا عايز اشكر بشكل شخصي طبعا بصراحة طبعا النجم الكبير قوي اللي شهدتي فيه مجروحه جدا طبعا الفنان الكبير تامر حسني اكيد طبعا يعني اقول ايه والله انا عارف اقول ايه يعني حد انا اتشرفت بمعرفته شخصيا وحد انا بعتبره في مقام الاخ الاكبر وان شاء الله ان شاء الله دعواتي لي ولكل عيلته واسرته الكريمه بالتوفيق دايما وان هم يعيشوا احسن حياه في الدنيا هي احلى حاجه اكيد طيب احنا دلوقتي عارفين كده سر عنك حاجه انت بتحبها قوي ربنا يستر مفاجاه ايوه محضرينها لك بعد الفاصل هنطلع فاصل دلوقتي ونشوف